تعودنا كل نهار سبت نروح باتصال هاتفي للمتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف حيكفي طقسنا خلال الاسبوع. نحن هلا عم نشعر بالمنخفض ومرق يومين كان كثير برد، رح نعرف اكثر هل حيستمر اكثر من هيك، هي حيصير ارتفاع درجات الحراره وشو هي درجات الحراره المتوقعه. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد صباحك، يا ريت هيك تخبرنا كيف حيكون طقسنا ببدايه هذا الاسبوع وبالايام المقبله، ايمتى حيخلص هذا المنخفض؟ هل نحن على موعد مع منخفضات جديده امطار بشكل عام؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لإليك للاخباريه السوريه لزميلتك لكاتب الاعمال. بشكل عام نحن بدنا المنخفض الجوي اللي عم يتاثر فيه، ومبارح كان في هطولات كانت متميزه بالساحل السوري تصفد بالغزاره، اكبر كميه هطول كانت بمحافظه اللاذقيه في منطقة بوقة 130 ملم، بمركز المحافظة باللاذقية 68 ملم، بالفرداحة 30، مطار الشهيد باسل الأسد 24 ملم، بالصنفة 31، بالسلبية 9. في مدينة طرطوس بمركز المدينة تقريبا 8.5 ملم، ببانياس 24.5 ملم، بالطقيطة 5، بحلب تقريبا 1 ملم، بالرح 4 ملم، بخناصر 8 ملم، جرابلس 7 ملم، إدلب 4، بالعاصمة دمشق كان في هطول 2 ملم، بالقنيطرة 22، بالغاية 11، السويداء 4 ملي، المنطقة الوسطى 5.1، السلمية 11 ملي. المنخفض الجوي مستمر معنا والهطولات مستمرة لليوم في أغلب المناطق، والهطولات خصصت بالغزارة وتكون مترافقة بالحبات البرد والعواصف الرعدية ببعض الأحيان خاصة بالمناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية. هلا بشكل عام اليوم الحرارة في عليها ارتفاع بشكل طفيف، بس بتضل ادنى من المعدل، وممكن ببعض المناطق تكون حول معدلاتها خلال ساعات الليل. الاجواء البارده هي سيده الموقف، يحذر من حدوث بقيع بالمرتفعات الجبليه وتجدد ضباب في بعض المناطق الداخليه بالقلمون بالوسطى بالمناطق الشماليه الغربيه. الرياح عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه معتدله السرعه مع هبات عم تتجاوز 60 كيلومتر بالساعه بالمنطقه الجنوبيه، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 18 درجه مئويه. الانهار بكره الفعاليه الجويه بتضعف شوي، بس بتضل الهطولات موجوده والفرصه بتضل قائمه باغلب مناطق متفرقه عفوا من البلاد. الهطولات بتصفت بالغزاره ببعض الاحيان تحديدا بالمنطقه الساحليه، وخلال ساعات الليل بتستمر الاجواء البارده مع حدوث البقيع بالمرتفعات الجبليه والضباب بالقلمون وبعض المناطق الداخليه، اضافه الى استمرار بارتفاع درجات الحراره. اعتبارا من يوم الثلاثاء بتبلش الفعاليه تضعف، وبتضل فرصة الهطول موجودة بالساحل على شكل زخات عشوائية من المطر، والأجواء بتكون بين الصحوب والغائم جزئيا، والحرارة بترتفع لحتى تكون الحرارة نهاية الأسبوع تقريبا أعلى من معدلاتها بأغلب المناطق، مع احتمال تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية بشكل عام. هلا بس نحن بنحذر من غزارة الهطل المطري بالمنطقة الساحلية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بالمنطقة الوسطى بالقلمون بالمناطق الشمالية الغربية بسبب تشكل الضباب بهيدي المناطق. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق اليوم 14/4، القنيطره 10/3، القلمون المرتفعات الجبليه 7/2، درعا 14/5، السويداء 12/5، المنطقه الوسطى 5/13/6، حماص 16/6، الحسكه منطقه الجزيره 14/5، بالساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 18/12، بالشمال حلب وادلب 14/6، بدير الزور الرقه البوكمال المنطقه الشرقيه 16/7، واخيرا بالباديه السوريه مدينه تدمر 15/6.